ازاي ده حصل؟ دي مصيبة، وانت ازاي تسمح بحاجة زي دي تحصل؟ دي الأمانة اللي أنا سلمتها لك. أنا ماليش ذنب، وبعدين اللي حصل ده سعادة خيانة، خيانة من برانا مش من جوانا. أيوة، وبعدين فكرك أنا سكت يعني؟ لا أنا ما سكتش، ده أنا جبت الأستاذ فايز عندي في المكتب وقلت له خير يا ابني؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ طلع هو كمان يا ولده مش عارف إزاي ده حصل. يا حرام، هو ده اللي قدرت عليه؟ الأستاذ اللي ما يقدرش يحافظ على سر امتحاناته مستحيل أقدر أستأمنه على أولادي في المدرسة. طبعاً هاتلي الأستاذ ده حالاً دلوقتي في مكتبي. ما هو فعلاً في مكتبك، الدكتور عامر الله يبارك له متحفظ عليه في مكتبك. اتفضلي يا هانم، بس يا ريت سعادتك يعني تقولي للدكتور عامر يخف من قسوته شوية وتراضي فايز بكلمتين، لحسن يا ولده نفسيته تعبانة جداً. أوف يا ربي، يعني هي دي جزاتي في الآخر؟ أوف يا ربي. ماشي، انت تهكت بقول لك. انت عارف جزاء اللي انت عملته ايه يا مستر فايز؟ ايه أبلة زهرة؟ انا ما عملتش حاجه ولا ليا علاقه بالموضوع ده اصلا. اولا ما اسميش أبلة، ثانيا انت المسؤول عن كل حاجه، يا اما انت اللي سربت الامتحان يا اما استأمنت حد عليه وهو اللي سربه. سربه؟ مس زهرة بالفتحه لا تفتح دماغك، انت في مصيبه كبيره يا ابني، اخلص. استاذ لطفي انا عايز اسال سؤال، اللي انا فيه ده دردشه عادي ولا تحقيق رسمي؟ رسمي طبعا. رسمي يا أبلة زهرة بالفتحة. مس مس يا مس زهرة بالفتحة، أنا ماليش علاقة بالموضوع ده أصلا زي ما قلت لحضرتك، وبعدين في واحد يعمل امتحان ويسربه على النت كده عادي وسنة نقلان. هو قال نقلان؟ قصده يعني حضرتك سنة نقل. عذر أقبح من ذنب. اعترف اعترف يا ابني، الاعتراف هيخفف عنك كتير صدقني. اعترف بإيه يا أستاذ لطفي؟ ما عملتهاش والله، هو طهر يقولوا احلبوه. يا جماعة يا جماعة، واضح جدا الاستاذ فايز حط الامتحان على جوجل درايف ومن غير ما يعرف حد هاكه وخده. صح، انا حطيته فعلا على جوجل درايف. تقصد يا عامر ان في هاكر في المدرسه؟ مش بالضروره يكون من المدرسه، انما اللي حرده اكيد من المدرسه.